مشاهدينا الكرام أهلا بكم في أخبار المنتصف. خبرنا الأول، السماح بمشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين في كأس الملك. أعلن اتحاد القدم السعودي إلغاء الفقرة الرابعة من شروط وتعليمات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أقر اتحاد اللعبة السماح بمشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين في نفس النسخة من المسابقة. وبرر اتحاد القدم هذه الخطوة بإتاحة الفرصة للاعبين بالاستمرار في المشاركة بما ينعكس على قوة المسابقة واستعدادات المنتخب السعودي. وكان النظام السابق ينص على منع اللاعب من المشاركة مع فريقين مختلفين في نسخة واحدة من البطولة. في الخبر الثاني، الأخضر يبدأ الاستعداد لمونديال روسيا، حيث تنطلق اليوم الأحد في الرياض أولى مراحل إعداد الأخضر السعودي، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. وسوف يستمر المعسكر الإعدادي حتى 27 من يناير الحالي، وسيجري الأخضر تدريبه الأول عند الساعة 3 عصرا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. وفي الخبر الثالث، اتحاد الإعلام الرياضي يعقد أول اجتماع له، حيث يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الأحد في 1:00 مساء بالرياض أول اجتماع له، وذلك بعد تأسيسه في 29 من أكتوبر الماضي. وسيناقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات يأتي في مقدمتها إعلان النظام الأساسي للاتحاد، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج المهمة والمتعلقة بالإعلام الرياضي. وفي الخبر الرابع، السوبر إدواردو يواصل برنامجه التأهيلي، حيث أنهى البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الجزء الأول من البرنامج التأهيلي المقترح له. وواصل إدواردو اليوم برنامجه التأهيلي وذلك باستخدام الكرة، وسيبدأ التدريبات اللياقية والجري حول الملعب مع بداية شهر إبريل المقبل. وخلال هذه الفترة يكون النجم البرازيلي قد أنهى مرحلة تقوية العضلات بشكل كامل. وفي الخبر الخامس والأخير، الشباب يوقع عقد احترافي مع الحمدان، حيث أعلنت إدارة نادي الشباب توقيع عقد احترافي مع اللاعب الشاب عبد الله الحمدان، والذي يلعب في مركز الهجوم بالفريق الأولمبي بالنادي لمدة 3 مواسم ونصف. كما وافق الشباب على إعارة لاعب الوسط وليد حزام إلى نادي الباطن لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري. وكان الشباب قد أعلن انضمام الثنائي المحترف التشيلي سباستيان أوبيلا والليبي مؤيد اللافي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.